احسن نتكلم على اول مباراه للمنتخب الوطني ضد مالاوي في دوره انغولا. واش بون ماشي كيف سيخت مي واش صرا في تلك المباراه بسرعه؟ هل كانت امور ربما جانبيه ولا امور ما يعرفهاش الجمهور سببت تلك الخساره بثلاثيه كامله وكانت مفاجاه الدوره احنا بعدها باربع نقاط على ما حقيقه هنا باش نقول هنا راك مديت احسن مثال لان حتى فوق الورق فوق البساط الجزائر عمرها ولا تخسر مع المالاوي كنا كلنا حاطين نربحوهم بثلاثه ولكن الظروف هذه هي الناس اللي ما تعرفهاش الظروف اللي عشناها انا ذاك لعبنا على الساعه الثانيه على ما اظن كان 39 ما شاء الله راح يلعبوا على الساعه الثانيه وكان 39 درجه في الظل ورطوبه كانت اكثر من 80% عندما لعبنا المباراه عندما انا كنت نتكلم مع اللاعبين باش تكون رد الفعل لا رياكسيون مونكي سي ام بي دوزيام اللاعبين ما قدروش يتنفسوا ما قدروش يجروا فوق المية لان كانت الحراره كثيره جدا وكانت رطوبه وعندما خلصت المباراه اللاعبين بعض اللاعبين وراو اليوم الدكتور بوغلالي وحتى المسؤولين كاين زفزاف كاين حتى الناس اللاعبين على قيد الحياه يقدروا ياكدوا شنو نتكلم بعض اللاعبين كانت عندهم دي بريلود دو تروازيام دوغري دي بريلود دو تروازيام دوغري تحرقوا درجه ثالثه اكزاكتومون دونك باتوا بلي بوماد باتوا باغ اكزومبل عندك اسماء كاين يبدا كان زياني كان مطمور بعض اللاعبين نذكر كانوا ولهذا نقول لك ما لازمش ناخذوا هذه المباراه كانها مباراه سهله خلاص راح نفوزوا سي بون نو سي كاين ظروف لان انا سامحني مباراه بعد غد انا قلت مباراه الغد مباراه بعد غد يعني شيخ ماشي يعني الاشياء اللي حدثت قبل الدوره هذه اللي خلاتكم باك تكون جزء اكوتي فيرمي ماتش قضية خالد لموشية قضية حارس قواوي نو هادو خالد لموشية قواوي هادو أمور عادية جدا تصرى في أي فريق في أي منتخب نظن وهذه ما أثرتش لأن الأمور هذه كانت قادرة تصرى وصرات وتصرى من التاريخ تاع كرة القدم الجزائرية حكينا في الجزء الثاني وصرى نو نحكي لك حنا بقاو لنا غير الحكاية إذا كانت عندنا الصور طبعا للحصة التدريبية